لطيفة يا سارة. حسن كمان عريسة لنبيلة، لطيف كتير. حكيت معه؟ يعني دقيقتين ما رحناش نتكلم. بتعرف انه هو كمان دكتور؟ والله؟ في أي مستشفى؟ لا ما بعرف، فيك تسأله المرة الجاية. رح نشوفهم كتير عن قريب، كأنه نبيلة كتير مبسوطة فيه. ليه نسيت الخاتم تبعي مع نبيلة؟ فت لغسل إيدي وتركته معه. ده الصباح رباح، هما مشوا قبلنا وتلاقيهم ناموا. واحنا كمان محتاجين ننام. مين قال انه رح ننام؟ الا اذا انت تعبان. بس انا بقول فينا نكمل سهرتنا بالغرفه. ممكن توطي صوتك شويه؟ شو المشكله؟ انا رح فوت غير تيابي عبال ما تكون جبت شي نشربه من تحت. ما تنسى تجيب كاسين وثلج. كنت قلت لحضرتك ان في حاجه انت ناسيها معايا. تصبح على خير.